إنك أنت العليم الحكيم. خالق عالمي دو قرآن بيروز دو سورة فتح آيات بسو يكيدا وهال فجة وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. يعني دو آيات بردا ما قلت بو وعدكم الله مغانم كثيرة خدا جورا صوزي جلق غنيمة بردايا إجا تأخذونها ونوام بقلن فعجل لكم هذه خدا يعني عجلك رجوارا آبي غنيمة هاني كداوة إجا فعجل لكم هذه خدا عجلك رجوارا آبي هاني وأخرى وأخرى عطفة بسر أو هذه باي ها أو عطفة بسر هذه باي مانه يعني صوز دا يا خدای تعالى جورا بهنك خنيمت دنجي كلام تقدروا عليها كون هي مقتدر سري نبونا ونكارن وان غنيمتا الدبكن خدای تعالى دانا دا دانا دا ونكارن وان الدبكن خدای تعالى صوز وان جبرد ده ها خدای تعالى تاني قادر للسري ون قادر للسري نه شما دعمل و تدبیر خدا خدای تعالی کاره ایش خدای تعالی پیوا کس نکاره منه چونکه خدای تعالی قوت و قدرت و لسر هر تشتی هیه و تشتکی که خدای تعالی عاجز ناکه لو مذبه و اخرى یعنی و غنیمت اخرى لم تقدروا علیها و انه مقتدر سری نبونه آنا و نکارن و نکارن و ادبکن خدای تعالی وجه سوز دب ورا قد احاط الله بها خدای تعالی اویا هانی احاطه کلی یعنی ها بعلمیت اخو بزانین اخو خدای تعالی های وجه هی و کان الله على كل شيء قدیر خدای تعالی قوت و قدرت او راسر هچ و اخرى لقد رچیلو از غلام 402 و اخرى معطوفه على اندي قداري كي ازولام ازدشن واخرى معطوفة على هذه او برد آيات برد ما قلت بو چه فعجل لكم هذه خدا عجلك يجورا هذه بخنيمة هاني اجا واخرى يعني فعجل لكم هذه واخرى ويك ادنجي عدر اوجد مفعولي بالنسبة يعني ده محل خدا اخرى منصوبة و عطب سر هذه بايت بمفعوله عجله ملي على هذه اي فجعل فعجل لكم هذه المغانمه ومغانم اخرى ديما عين زمان ديفا ومغانم ديما ومغانم اخرى ملي ملي ومغانم اخرى يعني اخرى صفات شبه موصوفه كمقدره كل مغانم لم تقدروا عليها وهي او كو وي غنيمان غنيمته كو ون قوته قدرته والسر وان تنية أو چه غنيمته وهي مغانم وهوازة في غزوة حنين هوازان هوازان هوازين هوازين مغانم وهوازين والله ده بروسة كلية فرقتنا قبيلة هوازين غنيمته وان ده حرب حنين ده هوازين غنيتين أزولان مثلا وان دريجه قومي قبيلة حريمان سعديان هاوجيه هي بلي ظلم يعني مدريش كل سريب سنجرم سيري بخوينين اما مع عبارة كشاف المعنى كنو هرا اما عبارة كشاف المعنى كيبين ني نهو قند وين دشبرا وهي مغانم وهوازين في غزوة حنين ده غزوة حنين دا او غنيمته قبيلة هوازية كو تب ربيانا تشونا كتنا تشيام يا غنيمته وانساق المسلمان رمانا وقال او نربيانا لو رمات نونا اوی بیک حجوم کی حجوم کرنا تمام را بیانا پیغمبر ویسان عف صحابی مانا ده دوزه عف صحابی مانا اوی اما بعصا بیش بیانا پیغمبر اوی سفیان ها بیانا گوتولا کش دیوان نای سرمه پیغمبر دیت فتح بی اوی سفیان تیه دیجی مسلمان قلبه تیه دیجی اسلام چه نبی این آل بده توبه دیگا مانا وقاله
قدرت آبی لم تقدرو عليها قوت قدرت او لسر وان غنیمت هان تنبو شما لما كان فيها شكل وان غنیمت ذهبو من الجولتي جولتك دوان ذهبو يعني جولت يعني مثلا بل غلبتك غالبيتك ج وان را چه بو لسر مسلمانا اما خدای تعالی تکرار یاردم خوشانده یاردم خوشانده او هواز قبیله هوازینا مغلوب کرد و او غنیمت واج مسلمان یعنی ربی قدر که دبیر لم تقدرو علی خدای تعالی سری تنه بو لیما فی ها چیکی دوان مغانیمت های من الجولتی چی غلبتی او غلبتی غلبت يوسف كوانجا غلبت خدا بخو تعالى بيشي بده كلمة وإلى وكي بخواتي إنسان بخواتي وان إنسان كو هندك بنا بوانينا يعني بخدي خدي كريك أبين شوابي وإلى لقولي قواتا ودنجا كو عقل مرد بجنينا يعني أزولان توسى معناتك لين نبوي معنى يا من هنا باز بزول أزولان تبيكي ولأهل الحق جولة أي غلبة تمام من جال في الحرب على قرن يجول معناك غلب عليه وعن بعضهم وهي عبارة عن هزيمة المسلمين يعني غالبية قارشي طرفة أول أو غالب بنتها يعني فأحسن في العبارة عنها على عادة المترسلين وقيل الجولة هي الهزيمة شخص مع رجوعي الى القتال ثم لازم ثم رجوع يعني قلت يعني دبردا يعني ده افاده كرن كم مسلمانا نكار بيا و غنيمته بسين و سواش الدا بكن خداي تعالى علي كاري كريه شواجي تلا تفهمي شنك مسلمان تلا سريع اول مغلوبونه خداي تعالى علي كاري كريه و هي جمانه اوونه اوي دي باري باري قران دبي لم تقدر علي تمام لما قدرتي ورسليني مي خدي ياد ما وكري تمام تمام جولت بوين معنى يا أزونا يعني معنى غالبية قارشي طرف كهبية مسلمانا نكار بيا بسينينا نكو غالبية يعني دستك خدا هبية جي مسلمانا نكار بيا بسينينا بوين معنى نا يا وسا معنى خشنينا لما كان فيها من الجولة يعني اشتاكي وسا يعني كد ديادة غلبتك هبي يعني إمكانا مسلمانا نجيشتيك بينك أبنا خوطانا وان خوط دايوان وان كريا غالب تمام اشتا قوة مسلمانا نجيشي يعني جقارشي طرف دا قرآن دي از اونم تو از تو خودم شتا فهم بکنم گرد تو جید گوداری هم بکنی که تو ایش من فهم بکنی یعنی جه جولت یعنی آلیکاری خدا نای فهمه ها غالبیت قارشی طرف تی فهمه که مسلمان نکار بیه به غنیمت بسینه یعنی که خدای تعالی آلیکاری بکشی و مسلمان نکار بن نکار بن بسینه غنیمت نبوی معنی خدا یاد کاری بکه و مسلمان نکار بن بسیم ای قد بوسا اوسا نا بله ها قد احاط الله بیا بله خدا به قدرت و چنه بیا و نکار بیا خود جو را بیا چنه خدا و قدیه چنه وقیل از جولتو یه الهزیمتو مع الرجوعی الى القتال قرومه وی عباره سیده الهزیمتو سم الرجوع قرومه وی عباره سیده را خوندیه خوندیه سیده دبی جولت غالبيتا كو خدا وان غالب كريه عندي انا ام جولتي بتشجي بينا او كنابا قد احاط الله بيها خدا تعالى كوشات مش كريه بي غنيمتي اي قدر عليه خدا تعالى كو قوة قدرتا وهي لسر بي غنيمتاني واستولى عليها و يعني بي حاكم بي اجمن لسر بي غنيمتي واظهركم عليها خدا تعالى وان غالب كريه لسر بي غنيمتي وغنمكموها وخدايت على داي غنيمت كرن جوارها ومغانمه من يعني بكي واظهركم خدا وغالب كرن دورو مو وغنمكم خدا لبا غنيمت داوه بكرا خدي وغنيمت
كصعب غنيمة تمام تبقى قدرته وتم وخذ الدواء بتذكر في أي بيجي مال ويجوز في أخرى دبك د كلمة أخرى دا النصب بنصبين بخوينين بفعل المضمرين بفعلك ومقدرة فعلا مضمر جيشية يفسر قد أحاط الله بها أو قد أحاط الله بها وفعل ما مقدر دبا أو منصوبة على الشريط التفسيري باب ما أضمر عامل على الشريط التفسيري كل بجنيا قد أحاط الله وفعل ما مقدر دبا أو بتفسير وين مقدرك قد أحاط الله تقديره تقديره بمضمري وقضى الله أخرى وقضى الله أخرى محول فعلك مقدرك قضى الله هي كمتي مدنك فده بي إحاطة كريا دم قضاء خده هي إيجاد دمك أب أخرى محول فعل مقدرك قضاء يعني تمام يعني أب قد أحاط الله نا وفعلا مقدر تفسير ذكا يفسيره قد أحاط الله بيا تفسير ذكا إزويت لك مثلا قبيلة زيدا ضربته نينا 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 ناجعين لفظي نينا وقد الله أخرى قد أحاط بها خذيت على حكم كريا بغنيمتك دنجك وقد أحاط بها وخذيت على أو قد أحاطت بصفة أخرى يا. يعني أوي غنيمتك وخذيت على وغنيمت حاكم جيرا وغنيمت ألاقيتش المشكلية وغنيمتي دبر قنا وأما لم تقدر عليها بلى وأما لم تقدر عليها أوجد شوات شلبا فصفة لأخرى دبر صفة أخرى هذا إيجا ما قو ويجوز في أخرى النصب والرفع ويجوز في أخرى رفع جدرستا على الابتدائي كيف مبتدا شمالي كو إيه مثلا لكيرية كان كيلو بتشواد مبتدا لكونها موصوفة بلم تقديرو جبر كل لم تقديرو بوصفه نكيرة كيجي كورة نكيرة موصوفة بتبع مبتدا وقد حاط الله بها خبر المبتدا قد حاط الله بها جب خبر المبتدا والجر ويجوز في أخرى النصب والرفع والجر أوجي بإضمار الربا يعني الربا أخرى فري جخنيمة دنجي أبو إيجا أو جغي مجرور بربا بحرف الجر بل فإن قلت أقول تبي قوله تعالى الله كده في الدعية صادها ما وأخرى وأخرى ومعنى ربا برا مجرور بوا معنى ربا أو يتم إيوه أكثر هي لا شيء وأخرى أي وهي هو أكثر هي ومعنى ربا بل فإن قلت قوله تعالى ولتكون آية للمؤمنين كيف موقعه أبيا يعني بحسب إعراب أخو جملة شواء دبتش ماني كيف موقعه قلت أزبش هو كلام معترض كلامك معترض يعني أرى جملة كتبين بتركي جرا كلامك معترض ومعناه معنوي ولتكون الكفة آية للمؤمنين أذن منع مشرك جمؤمنة هاتن منع كرن نكاب الزرارة بدل مؤمنة أذن آيتك يا معجزك يا جمؤمنة ولتكون آية للمؤمنين فعل ذلك خذيت على بيكر ولتكون الكفة آية للمؤمنين فعل ذلك خذيت على بيكر كركو يعني معجزة ورق نشاني مؤمنة دا أبيا ولتكون آية المؤمنة معنى يوصل شده ويجوز أن يكون المعنى دبكم معنى أوابجي وعدكم المغانمة خدايت على صوزي غنيمة بوردة وفجعل هذه الغنيمة خدايت على جراند ذي غنيمة فعجل هذه باردو عفوا فعجل هذه الغنيمة وفي غنيمة جي عجلاء خدايت على ضاوة وكف الأعضاء و نيارا جودا منعكر شمن ينفعكم بها جبوك خدايت على وببي غنيمته بدا منفعت كره ولتكون همدا لينفعكم بها ولتكون آية للمؤمنين دمك يوشع عفا بسلبنا فعجل هذه
وكفى ولتكون آية المؤمنين وكفى الأعضاء لينفعكم بها ولتكون آية المؤمنين تبعها طب سلام وانا مش هكذا بلى ولتكون آية المؤمنين إذا وجدوا وعد الله بها صادقا وقت يعني كو ولتكون دفرداتينكو تشي معطوفة عليه معذوفة وكتب معطوف عليه شنو دام مقدر كيف فعجل ينفعكم بها ولتكون آية إذا وجدوا وعد الله بها صادقا وقت كل بين أبسوزا خدا حق بغنيمة دا وصا راس دري أو شاقي دبا باوري دبا وكا معجزكي باوري وان دها قوة دبا لأن صدق الإخبار عن العيوب عن الغيوب معجزة وآية يعني راس دركتنا خبر غيبه أبيا معجزة وعلامة ويزيدكم بذلك هداية وإيقانا أجبو زيدا بك ببيهاني ببي يعني كفة أيدية ولتكون آية المؤمنين جبكو زيدا بك جورا ببي غنيمهاني هداية وزيدا بك وباوري يقينا وبيزدا ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا بل يعني ولو سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا ولو قاتلكم أو كم أيها المؤمنون يعني أي جل مؤمنا أجرك قتال بوربك الذين كفروا بالله ورسوله أبيك كافر بخدا ورسول خدانا أو بورا شر حرب بكن لولوا هاربين لولوا هاربين منهزمين أمامكم أو أو برمن جريهرن مغلوب من القارشوة ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا أو وليك كو يتولى أمرهم وليك كو أمري وان خوي خويتي الوان بك رزانية آلكارية بشتوانية جوانا بك أو تنبه ولا يجدون نصيرا ينصرهم على قتالكم أو آلكارك جخرا كو آلكارية وان بك لسر الشر بورا أو تشكي وصاجي هيدر نكن ونبينا ملين أبيا سنة الله التي قد خلت من قبله أبيا الغالبية مؤمنة ومغلوبية كافرة أبيا صابتة ده هر زمان وهر مكان سنة الله وسنة ها ملين سنة الله يعني سنة الله وسنة التي قد خلت من قبله يعني هر زمان ده زمان بلد أجياء أبيا عادة خدايا دو أمتي بلدش كدر باس بيا بلي بان إنكارجي مكي بلي إنكارجي مكي يتحق إنكارجي دلدش عيني ودر باس بيا ولن تجد ولن تجد أيها الرسول أي رسول تو موجود نابي لسنة الله تبديلا جو سنة خدارا هرانجي بي قهارتنكي دكشبونكي تشتكي تنابيني أبيا يتشبي بله. طبیعی فایده عادت الهیه که به یاردم مؤمن بکه و ظالم و کنکر و کنمجا و مغلوب که بله. ولو قاتلكم الذين كفروا اگر قتال بکن ابی کافر بورا من اهل مکه افاده کن بیانا اوی الذين كفروا ولم يصالحوا او صلحين لكن وقيل إذا قلت يا أهل مكينة من حلفاء أهل خيبة جو وان أبي كو حليف أهل خيبة ليبون يعني كو أنلاش مالي بون بأهل خيبة لنرد قو أمي آلي كارية وبكن طبي مشرك مكين ساتشو موارا أنلاش ما كربون قوتمون كو نقارشي محمد وهبالي ويدان أمي آلي كارية وبكن حلفاء أهل خيبة لنا أجر تشتكي وساتشي بجوان جوابا لوي لغلبوا وإن هزموا أو مغلوب ببن أو رزيل بنو بريشار من جريها أبي السنة بل إيه بشكل سنة الله سنة الله في موضع المصدر المؤكد يعني أبي مرحول المنطقة يقولنا فعلة مقدرة أي سن الله غلبة أنبيائي سنة خدائي تعالى كرية سنة عادة غالب تياب بيخنبري خو بسنتك يعني كريه
عادته وبعادتك أبيع جبري دو وآنش دوام عادتك جارية جبري دو بيوية عين بلي وهو الذي بلي وهو قوله آيجا أم لكل أجزان آيات بآيات معناتك وقوتنا خضايا تقول بوتشي لأغلبن أنا ورسلي محقق أزي غالب لأغلبن أزي غالب بم أزو أو بيغمبرين أزو بيغمبرين من أمي غالب بمن خضايا تعالى آب ياكو قوتيا أم بيت زامن أب سنة الله بلي وهو الذي وتاجي بده بالأغلبن يعني والله لا تقسمه وبنونا تأكيد جان بلي وبنونا تأكيدية بالتأكيدة بأوكيج بضميرة منفصلة جانية ورسليج عطب صد ضميرة متصلة بالأغلبن بسبب تأكيدة منفصلة عطب صد ضميرة بلي وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أسفركم عليهم وكان الله ما تعملون بصيرا من يعني خدايا ديسا أبيكم منع دست مشركة كجوة وقتكو تشوابون وقتكو حشتي حب مير هاطن وخستن كو هجوم بكن حديبية دا هجوم بكن نيتوان نباشي بو او وقتك وانا خستن كو شر بكن خداي تعالى منع دستي وانكر منع دستي وانكر يعني وانا شر نكر و ازيتي جي ندانا بي مالي وهو الذي كفى ايديهم عنكم و ايديكم عنهم و دستي وجي جوان دا منع كرن بلكي وانا شوا كرن يعني و وان بردا خستنا که هجومی مسلمانا بکن مسلمانا وان توا اسیر گرتیه جی مسلمانا وان بردایه وان نکشتی خدای تعالی شرط بر وی باب کن و بلدی کف ایدیه هم عنکم یعنی خدای تعالی منع دسته وان کر جوه نشت ازیت بدن و ایدیه کم جعنم و دسته وجی منع کر جوان بی بطنی مکه در سکی مکه من بعدی ان اصفره کم علی پشتی کونه غالب آتر سروان و وان اسیر گرتشی مني دبيت شيء لبر تفسيرك البرمنة حين جاء نحو 80 رجلا منهم يريدون إصابتهم بسوء بالحديبية وكف أيديهم عنهم أيديكم عنهم فلم تقتلوهم ولم تؤذوهم بل أطلقتم سراحهم بعد أن أقدركم على أسرهما بشتكو مسلمان يعني مقتدر بونا بسال أسير كرنوان وان حشتي حبا أسير كرتنجي رابونه وان بردانه خدای تعالی دبی امیاجی یعنی شر چه نبید نابین هر دیده جا من بعد انا اصفرت معلی و کان اللهم تعملون بصیرا خدای تعالی بکرنه و دبینه ملی ایدیه هم ایدی اهل مکه دست اهل مکه ای قضا بینهم و بینکم المکافته و المحاجزته خدای تعالی حکم کرد نابینه و واندا بممانعي يعني كوش جاب متالك وقت شرنك مرة والمحاجزة انجلك داني نابينه بعد ما خولكم الظفر عليهم بشتك خدايت على سبارتا و غالبية للسروان مظفر بونا للسروان جي خدايت على بشتكو ابيا داوة اندي شكر نهشتون مهبكم خدايت على يعني انجلك شكر وصا فردك يكر نابينا ووان ومهما كتب وذلك يوكين يبيا وذلك يوم الفتح إجا أبيا نابجا ورجا حديبية دبي رجا فتحة مكة بيا وبعد وبيه استشهد أبو حنيفة رحمه الله على أن مكة فتحت عنوة لا صلحا أبيا دليل دينا أبو حنيفة دبي مكة يعني وصى
بشر ناطي اسلندن ملكي بزوري ناطي اسلندن بسلحي ناطي اسلندن ها اما كلمه قرجا او قرشوي الذي كفى ايديهم عنكم وايديكم عنه ببطن مكه دغرمو ماني يعني قل تعالى ومظفرك يا غالب الدوائر وجه فتحة مكية غلبتك يا فتحة مكية وأوكرية دبدا يعني كو حرب شي بيا وحنوة بزوري غطية السلية تشتي وسط دخوني ناكو وات بك كفة 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 بشي كفة يا حرب تنا دي مكي حرب تنا حرب تنا يجمع دي حنوة نانا أبي أو كهانش أزولان يعني اف وان مروي هاني كو هاتن خوستن هجومي مسلمانا بكم بخوشي اوانا ند فتح مكي دابونه دو حديب يدابونه وقيلة بني او اي شرط كبار با وقيلة كان ذلك في غزوة حديب يا ده غزوة حديب يداب يا ده اصلا شو ما ده في يعني اجاك دعاء فتح مكي دابا بيوانا 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 كفى ايديهم ايدي اهل مكه قضى بينهم وبينكم والمكافحه والمحاججه بعدما خولكم الظفر عليهم والغلبه وذلك يوم الفتح فتح مكتي يا وصدك تينكو ابي اسال فتح مكي خدت بيجا وابي انك دليلك مكه بظريات يا فتح يعني إجابة الويدر تبجاء أزولان طيب الويدر تبجاء تفسير هاني كل قولي أبو حنيفة تفسير ذكا أبيا مخالفة جبونا تفسير مصنف لك وقو إنا فتحنا سري أسول ذا الفتح الظفر بالبلد عنوة أو صلحا بحرب أو بغير حربنا أقول تو بحرب بصلحيجي فتح فتح بوين معني بو إجا أنا الرابط بردك وعنوة ماني؟ أمدر باصل أصدقى قرشة أبو حنيفة رحمه الله بالبيت ماني؟ وقيلة بيوي اعتقاضوية وقيلة وقيلة كان ذلك في في غزوة الحديبية ابن غزوة الحديبية شما دو جو في صلح الحديبية دبي في غزوة الحديبية اي قي حديبية صوش نبيك في غزوة الحديبية يعني هاتنا هاتنا غزوة شيبية اما غزوة شينب شينبية لما روية شواء أمزان كد حديبية دا غزوة هي لما روية أن عكرمة من أبي جهل خرج في 500 دا كتير بينصد سواري دا فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم من هزمه هنك الشان ديال بي أبي كوي مغلوب كنا وأدخله حيطان مكة وبيتكرا جري فتلان ديا نابا سينوري مكي وعلي بن عباس أصد ديوار مكي بريد ديوار مكي ملي بني وعلي بن عباس أظهر الله المسلمين عليهم بالحجارة مسلمان غالب السر وناطنة كبرة داني نوان كبرة حتى أدخلوهم البيوت حتى وان كنا مالهم حتى وان كنا بنا شنا كتنا مالي غرضية ملي وقرئ تدي ما آيات ما تشبو ما قو وكان الله بما تعملون ويش بما يعملون بما تعملون وكان الله بما تعملون خدها تعالى بكرني وزانه يا وكان الله بما يعملون خدها تعالى بكرني وانزانه هر دوش دبه كتبه بإيوه وكبيه بجي إيوه مانه بس من أي روحة أفرابه براعته أصابكم الله خيرين كسيرا في آيات